Buongiorno e benvenuti sul mio canale. فكرة هذا الفيديو جديدة شوية. اللي يشوف قد يقول هي ترجمة. لا هي مش ترجمة. هي كيف الفكرة تجيك في مخ لغتك الأم وتخليها بالإيطالية. احنا كنا قد شفنا في الفيديوهات الفايتة بعض تطبيقات الأزمنة المختلفة. فاليوم نعطيكم الفكرة إن عربو وانتي تخليها بالإيطالي. عنوان الفيديو parliamo italiano dall'arabo all'italiano من العربية إلى الإيطالية cominciamo هنا معنا سؤال قل لك جملة بالعربي وانت تخليها بالإيطالية سميها الترجمة ما تسميها الترجمة بالنسبة لي أنا كيف نفكر من العربي للإيطالي إكويستو مثلا نحبك تقول بالإيطالي أنا بصدد أكل بيتزا أنا بصدد أكل بيتزا. تاخذ نص دقيقة من وقتك. أيوة نقول sto mangiando una pizza sto mangiando una pizza شفناها احنا اوكي نعطيك جملة ثانية انا كنت ناكل في بيتزا لما انت كلمتني انا كنت ناكل في بيتزا لما انت كلمتني Come diciamo questo in italiano? Hai 30 secondi per riflettere. Mangiavo una pizza quando mi hai telefonato. Un'altra frase. Ana akaltu pizza wa anta tafarrajt ala at-televizion. Ana akaltu pizza wa anta tafarrajt ala at-televizion. Come diciamo questo? Diciamo, io ho mangiato una pizza e tu hai guardato la TV. Diciamo anche, ho mangiato una pizza e hai guardato la TV. No, con questo io, vuole tu, min o, l'ausiliare avere o, واضح أنه كون إيو لو زيجاري أفيري أي واضح أنه تو كون تو إيو أو مانجاتو أونا بيتزا إي تو أي غوارداتو لا تيفو أنا أكلت بيتزا وأنت تفرجت على التلفزيون داكوردو ونالترا إيديا نتهيأ لنأكل بيتزا نحن نتهيأ لنأكل بيتزا
كيف نقولها بالإيطالية؟ Come diciamo questo in italiano? 30 secondi. Per dire questo in italiano, diciamo, stiamo per mangiare una pizza. Stiamo per mangiare una pizza. Come diciamo? Bainama kana Ali ya'kul fi pizza, anta kunta tatafarraj 'ala at-televizyon. Bainama Ali kana ya'kul pizza, anta kunta tatafarraj 'ala at-televizyon. Come diciamo questo in italiano? Sarebbe mentre Ali mangiava una pizza, tu guardavi la TV. Mentre Ali mangiava una pizza, tu guardavi la TV. Un'altra idea. أنا أكلت بيتزا وتفرجت على التلفاز. أنا أكلت بيتزا وتفرجت على التلفزيون. Come diciamo questo in italiano? Diremo, io ho mangiato una pizza e ho guardato la TV. Che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato il passato composto. يعني حبينا نقول أنا أكلت بيتزا وتفرجت على التلفاز. مش مهم المعلومة اللي عطيتها للسامع، حبيت نقول له إيش سويت فقط. لا تحبوا نقول له ولا أنا في نفس الوقت أتفرج على التلفزيون وآكل في نفس الوقت، ولا حبيت نقول له بينما أنا كنت ناكل في حركة في النص حصلت، لا لا، حب أقول لك أنا أمس سويت كده وكده وكده. هنا أو مانجاتو أونا بيتزا إي أو غوارداتو لا تيفو. أيوة نفس الجملة مش نعطيها لكم الحين، لكن مش مع أنا، مع نحن. نحن أكلنا بيتزا وشاهدنا التلفاز. كيف نقولها؟ خلي بالك، نحن أكلنا البيتزا ثم تفرجنا على شاهدنا التلفاز. كيف نقولها؟ نحن نفس الجملة مع إيو لكن سنغيرها. كن برافي. يلا أبيتي 30 سيكوندي.
Bravi. Cosa diremo? Sì, diremo, noi abbiamo mangiato una pizza e abbiamo guardato la TV. نقول لكم اللي احنا تفرجنا او شاهدنا التلفزيون واكلنا بيتزا. هل في نفس الوقت؟ هل واحدة قطعة ثانية؟ لا، ما عندنا حتى فكرة. لأني وصلت لكم ايش سويت، ماذا فعلت؟ اكلت وشاهدت فقط. لو حبينا نغيرها الى بينما كنا نأكل في بيتزا كنا نشاهد التلفاز. كيف سنقولها؟ وهذه باش تكون آخر جملة، عندكم 30 ثانية. E in questo caso diremo, mentre mangiavamo una pizza, guardavamo la TV. Ok, questa E non la mettiamo. Perché? Perché abbiamo la parola mentre. Invece di E mettiamo una virgola. Mentre mangiavamo una pizza, guardavamo la TV. وهذه آخر تطبيق، فننصحكم أنكم تأخذوا دفتر وتحطوا أفكار في ذهنكم وترجموها إن إيطاليانو بمساعدة الفيديوهات اللي شوفناها والفيديوهات السابقة. Grazie mille, alla prossima.